بسم الله الرحمن الرحيم. السؤال بتاع الدور اللي فات في البريست ميلك في البريست في الانفانت فيدنج كان انتي انفكتيف بروبرتيز اوف بريست ميلك. انتي انفكتيف بروبرتيز اوف بريست ميلك. بعد ما تسمع الكلام اللي احنا هنقوله ان شاء الله هتظن كان البريست ميلك ده يعني حاجه زي الانتي بايوتيك وانتي فايرال وانتي بروتوزوال وانتي اي كل حاجه. هنحفظهم بالوضع ده كده يا جماعه. ستة ايه ثلاثة بي اتنين اي واحدة في ستة ايه ثلاثة بي اتنين اي واحدة في. اول حاجة البريست ميلك بيحتوي على انتي بوديز. الانتي بوديز دي بتبقى جنس بعض البكتيريا وبعض الفيروسز. بعض الفيروسز زي البوليومايلايتس زي المامبس زي روتا فيروس زي الميسلز زي الانفلونزا. انتي بوديز اجينست سام بكتيريا بالذات الحاجات اللي بتضرب الجي اي تي زي ايكولاي كوليرا سالمونيلا شيجيلا معظمهم حاجات بتضرب الجي اي تي. هتلاقوا معظم الفيروسات اللي فوق معظمها تقريبا بتدخل عن طريق الريسبيراتوري سيستم ومعظم البكتيريا اللي تحت بتدخل عن طريق الجي اي تي. يعني هو ده تو بورتالز اوف انتري الانفكشن في الطفل اللي لسه مولود او اللي هو في اول سنه من عمره. الانتي بوديز دي عباره عن ايمونوجلوبولين اي ايمونوجلوبولين جي وام. الايمونوجلوبولين A الفائده الرئيسيه بتاعته زي ما انتم عارفين انه بينهبت الاتاتشمنت بتاعه البكتيريا والفيروسات للجي اي تي اند ريسبيراتوري ميوكوزا. مظبوط. الايمونوجلوبولين M والايمونوجلوبولين G هم بيدخلوا جوه الدم مباشره عشان يؤدوا هيومورال اميونيتي لانهم قاعدين كانتي بوديز في الدم بحيث اي ميكروب داخل يبقى خط الدفاع رقم 2 بعد ما يكون عدى ريسبيراتوري اند جاستينتستاينال ميوكوزا. اللذيذ بقى في الموضوع ان ربنا سبحانه وتعالى نهيئ الانتي بوديز دي بشكل معين. ازاي؟ الطفل معروف ان هو في اول سنه بيبقى عنده لور كونتنت من الايمونوجلوبولين A وعنده كونتنت معقول من الايمونوجلوبولين G اللي هو بيعدي من الترانس بلاسنتال من الام، وكمان هو الولد عنده القدره ان هو بسرعه يقدر يصنع الايمونوجلوبولين G والجلوبولين M. فسبحان الله تلاقي ان كميه الايمونوجلوبولين A اكتر بكتير من الايمونوجلوبولين G والايمونوجلوبولين M علشان يكومبنسيت فور ذيس ديفكت عند البيبي. ماشي؟ هو هيبقى عنده نقص في انتاج الايمونوجلوبولين A فاحنا نديله بزياده في البريست ميلك ونقلل كميه الاي جي جي والاي جي ام لان هو بسرعه يا اما هيكتسبهم ترانس بلاسنتال يا اما هو هيقدر يصنعهم رابيدلي. يبقى دي اول نقطه انتي بوديز. انتي بوديز اجينست سام فيروسز اجينست سام بكتيريا. الفيروسز مينلي ريسبيراتوري باثوجينز والبكتيريا مينلي هتلاقيها جاسترو انتستاينال باثوجينز. الانتي بوديز موديوليتد اكوردنج تو اكوردنج للوضع بتاع الانتي بوديز دي في جسم الطفل. الاي جي اي اكتر من الاي جي ام والاي جي جي في البريست ميلك. النقطه الثانيه انتي ستاف. الايه الثانيه انتي ستاف. الطفل اقل عرضه في اول شهور من عمره هيبقى اقل عرضه ان يجيله ستافيلوكوكال انفكشن بالذات في السكن. ليه؟ لان في ماده في البريست ميلك بيعتقد انها تكون بولي انساتوريتد فاتي اسيدز. الماده دي نفسها لما بتدخل جوه الجسم بتمنع الستافيلوكوكا انها تقدر تنفيد بالذات عن طريق السكن. فالفاكتور ده بيعتبروه ان هو انتي ستاف فاكتور. النقطه الثالثه انتي بروتوزوال. صعب قوي انك انت تلاقي طفل بيرضع بريست ميلك الون ان هو يجي له جارديا لامبلي او يجي له انتميبا هيستوليتيكا. فكروا في الموضوع قالوا ايه السبب في القصه دي. اقترحت ناس اقترحت قالت لك اللايبيز انزايم بيبقى موجود بوفره زي ما خدنا المره اللي فاتت في البريست ميلك. اللايبيز انزايم ده اول ما الطفل بيبلبعه يوصل عند الديودينم يروح نازل عليه البايل سولتس بتاعه الطفل نفسها تعمل له اكتيفيشن يتحول الى كيلر قاتل. اي انتميبا هيستوليتيكا او اي جارديا لامبلي تقابله في سكته ويكسرها ويدمرها. عشان كده هتلاقي ان الانسيدنس بتاع الاثنين دول في الطفل اللي هو اكسكلوسيفلي بريست فيد فيري رير صعب ان يجي له انتميبا هيستوليتيكا اند جارديا لامبلي. الايتا الرابعه تفهمها معايا شويه. بص لي حاجه اسمها ريسبتور انالوج. الميكروب اللي داخل للريسبيراتوري ميكوزا او اللي داخل للجاسترو انتستاينال ميكوزا تو انديوس باثوجينيسيتي لازم يلاقي سيرتن ريسبتورز يشبط فيها. صح؟ شايفين بقى البريست ميلك فيه ايه؟ شبيهات الريسبتورز. حاجه تشبه الريسبتورز اسمها ريسبت انالوجز. هي عباره عن جلايكوليبيدز، عباره عن ميوسينز، عباره عن اوليجوساكرايد. مركبات معينه موجوده في البريست ميلك تشبه الريسبتورز دي. اول ما الميكروب بيشوفها بيفكر نفسه ان هو وصل للريسبتور اللي هو هيعمل فيه باثوجينيستي، صح؟ يشبط فيها. لا سبحان الله ده مش ريسبتور اصلا، ده ايه خادع، حاجه خادعه، تروح واخده الميكروب ونازله تو بي اكسكريتد على الاستول وبره الشارع خالص. اسمها ريسبتور انالوجز، شبيهات الريسبتورز. ماشي؟
شبيهات الريسبتورز دي يا دكتور فايدتها ايه؟ انها بتمنع الاتاتشمنت بتاعت هذه البكتيريا وهذه الفيروسات للجي اي تي اند ريسبيراتوري ميوكوزا، تمنع الاتاتشمنت للريسبيراتوري والجي اي تي ميوكوزا، وبالتبعيه هتمنع ان هو يعمل اني باثوجينيسيتي. دي اسمها ريسبتور انالوجي. الايه الخمسه، الايه الخمسه انتي مايكروبيال فاكتورز. هناك بقى نون سبيسيفيك فاكتورز، مش سبيسيفيك فاكتورز زي اللي احنا لسه واخدينها، حاجات نون سبيسيفيك برود سبيكترم تشتغل كانتي مايكروبيال. حاجه اسمها فايبرونكتين، السي 3 وسي 4 من الكومبلمنت موجودين، لاكتوكسيديز، لاكتو يعني لبن، لاكتوكسيديز ده انزيم من الانزيمات اللي هي ايه؟ من الانزيمات القاتله لبعض البكتيريا اسمها لاكتوبريكسيديز، ودي برضه هتلاقيها تارجتنج مينلي الجاستر انتستينال باثوجينز زي الايكولاي والكوليرا والسالمونيلا والشيجيلا، هتكسرهم وتنهبت الايه الاتاتشمنت بتاعهم للانتستينال ميوكوزا. اوبسونينز هقولها دلوقتي. ايه الخمسه يا جماعه؟ هي انتي مايكروبيال فاكتور. ايه انتي مايكروبيال فاكتور؟ لو احنا عندنا ميكروب بالشكل ده كده، وليكن الميكروب ده له كبسول موجوده من بره، كل ما بتيجي الفاجوسايت علشان تاكله بتزفلط منها، ما بتعرفش تمسكه، ما بتعرفش تمسك فيه. في حاجه بتحصل في الجسم اسمها اوبسونايزيشن. الاوبسونايزيشن هو تحويل هذا الاورجانيزم من حاجه مش قادرين ناكلها الى حاجه ايزلي انجلفد، سهل قوي ان احنا نعمل لها الفاجوسايت تعمل لها انجلفمنت. قصه الاوبسونايزيشن دي بتتم ازاي؟ الميكروب ده لما يعدي على الاسبلين، جوه الاسبلين، الاسبلين يبدا يرشق على سطحه مواد كيماويه معينه، من ضمن المواد الكيماويه المعينه دي بعض الامينوجلوبلينز اللي مكتوب عند حضراتكم الفايبرونكتين، ماده اسمها فايبرونكتين، بعض اجزاء من الكومبلمنت زي سي 3 وسي 4، دول اجزاء من الكومبلمنت يترشقوا على سطح مين؟ الميكروب. الحاجات اللي اترشقت على سطح الميكروب دي لها ريسبتورز اصلا موجوده على سطح الفاجوسايت. اول ما الفاجوسايت بتقرب من الميكروب اللي على سطحه هذه المواد اللي على سطح الاوبسونينز دي، تقدر تتعرف عليه وتقدر تمسكه وتدخله جوه بطنها بالعافيه. يبقى العمليه اللي حصلت ايه يا جماعه للميكروب؟ عمليه اسمها اوبسونايزيشن، تحويل الميكروب من حاجه ليس انجلفد الى حاجه مور انجلفد، يعني سهل ان احنا نعملها انجلفمنت اند كان بي فاجوسايتوزد ايزلي. ماشي؟ يبقى رقم خمسه اللي موجوده عند حضراتكم، في بعض المواد اللي بتساعد هذه البروسيس اوف انجلفمنت او فاجوسايتوزس. الحاجه الاولانيه اسمها فايبرونكتين، ده اكت از اوبسونين، سي 3 وسي 4 اكت از اوبسونين، مش بس كده ده كمان كيموتاكتيك فاكتور. كيموتاكتيك فاكتور يعني لما بتكثر في مكان معين تنادي للانفلاماتوسيز تقول لهم تعالوا عندنا حفله انجلفمنت هنا او حفله فاجوسايتوزس، قربوا علينا ادخلوا علينا، ده الكيموتاكتيك فاكتورز. اخر حاجه اللاكتوبيروكسيديز، اساسا هي بتنهبت الجاسترو انتستاينال بكتيريا اللي احنا لسه قايلينها من شويه الايكولاي والسالمونيلا والشيجيلا والكوليرا. ماشي؟ النقطه رقم اربعه انتي انفلاماتوري ايجنت. الانتي انفلاماتوري ايجنت دي بيقول لحضرتك ايه؟ لو انت عندك سيرفيس هيحصل على سطح هذا السيرفيس انفلاميشن. من نواتج الانفلاميشن ان يحصل يطلع كيميكال ميديتورز وممكن تعمل انجري للتيشو نفسه. صح ولا غلط؟ الانفلاميشن احيانا بيبقى انجوريوس للمكان اللي حصل عليه. من مميزات لبن الام يا جماعه ان هو بيحتوي على حاجتين، الميديتورز اوف انفلاميشن قليله، والانتي انفلاماتوري ميديتورز اللي هي الانتي اوكسيدنتس بالذات بتبقى عاليه، تركيزها بيبقى عالي، وبالتالي لو حصل انفلاميشن على اي سطح من اسطح الجسم بتاعت الطفل سواء كانت ريسبيراتوري ميكوزا او انتستاينال ميكوزا، هذا الانفلاميشن هيؤدي الى مينيمال اند مينيمال ديستراكشن. ليه؟ لان الفريست ميلك يعتبر كانتي انفلاماتوري. عارف لما تكون بتدي واحد مثلا حاجه زي النون سترويدال انتي انفلاماتوري دراج ومش عارف ايه، الفريست ميلك بيؤدي الى هذه الوظيفه تقريبا. انتي انفلاماتوري ايجنت. سببها هو نقص في الانفلاماتوري ميديتورز في البريست ميلك، وبالعكس زياده الحاجات الانتي اوكسيدانتس اللي هي بتحافظ على الانتجريتي وتساعد على الريبير بتاع اي تيشو حصل فيه ديستراكشن.
الانتي انفلاميشن زي الانتي ستريب انتي الفا انتي تريبسن هنسمع عنه ان شاء الله تاني بعد كده، والانتي اوكسيدنت الحاجات الكتير منها فيتامين اي كانتي اوكسيدنت مشهور جدا، الانتي اوكسيدنت زي الفيتامين اي والسيلينيوم والفيتامين اي الحاجات دي كلها تعتبر انتي اوكسيدنت وموجوده ووافره في لبن الام. يبقى احنا اتكلمنا يا جماعه الانتي انفكتيف بروبرتيز في الاول خالص، قلنا ان في خمسه ايه انتي بوديز، وقلنا علشان الناس اللي لسه جايه الانتي بوديز دي هي انتي بوديز هتشتغل اجينست بعض الفيروسات وبعض البكتيريا. الفيروسات مين اللي هتبقى ريسبيراتوري باثوجينز زي البوليومايلايتس والميسلز والمامبس، معظمها حاجات بتدخل عن طريق الريسبيراتوري تراكت باستثناء الروتا فيروس اللي موجود عند حضرتك. اجينست بعض البكتيريا ومعظمها حاجات بتدخل عن طريق الجي اي تي، الايكولاي والشيجيلا والكوليرا، معظمها برضو حاجات بتدخل عن طريق الجي اي تي. الانتي بوديز دي مجموعتين، مجموعه الاي جي اي ومجموعه الاي جي ام والاي جي جي. الاي جي اي بيعمل انهبيشن للاتاتشمنت بتاعت هذا الميكروب للميوكوزا سواء كانت ريسبيراتوري او جاسترو انتستاينال، في حين ان الاي جي جي والاي جي ام دي حاجات بتدخل جوه الدم مباشره تعمل الايميونيتي، وربنا سبحانه وتعالى مظبط الايه؟ مظبط النسب، مدي اي جي اي كتير لان الطفل بيتاخر في تصنيع الاي جي اي، لكن مدي له اي جي جي واي جي ام قليل لان الولد عنده قدره ان هو يصنعهم بسرعه فما عندوش مشكله فيهم. النقطه الثانيه بعد الانتي بوديز كانت الانتي ستاف بولي ان ساتوريتد فاتي اسيد، بيزود الانتجريتي بتاعه السكن فيقلل ان عرضه فرصه ان السكن ده يبقى انفيدد باي ستافيلوكوكاي. الحاجه الثالثه انتي بروتوزوال، اللايبيز انزيم اللي موجود بوفره في البريست ميلك لما الطفل بيبلعه ويبقى اكتيفيتد بالبايل سولتس في الديودينم يتحول الى جود كيلر للانتاميبا هيستوليتيكا والايكول الانتاميبا هيستوليتيكا والجارديا لامبليا. رقم اربعه حاجه اسمها ريسبتور انالوجز او شبيهات الريسبتورز، شبيهات المستقبلات. شبيهات الريسبتورز دي فكرتها ان اي ريسبيراتوري او اي جاسترو انتستاينال باثوجين داخل يعمل باثوجينيست جوه الجسم لازم يبقى له ريسبتور على سطح الريسبيراتوري ميكوزا او الانتستاينال ميكوزا يلزق فيه وبعدين يبدا يعمل المشاكل بتاعته. البريست ميلك بيحتوي على ريسبتورز بالشكل ده كده، بس طبعا ريسبتورز ايه؟ سايحه في اللبن، ما هياش مش لازقه لا في انتستاينال وول ولا لازقه في ريسبيراتوري وول، ده حاجه سايحه كده في جو اللبن نفسه. اول ما الميكروب بيشوفها بيفكر ان هو وصل للايه؟ للتارجت اورجن اللي هيعمل فيه دامج، يشبط فيها، لا على طول يروح الريسبتور ده واخد الميكروب ده ونازل بيه خالص بره للفيسز، او الولد يطلعه في الايه؟ في السكريشنز بتاعته الريسبيراتوري ميكوزا بتاعته، وبالتالي الميكروب ما يقدرش يوصل للتارجت اورجن ويعمل فيه دامج. هذه المستقبلات يا جماعه وهذه الانالوجز لقوا ان هي عباره عن اوليجوساكرايد، جلايكوليبيد، وفي بعض الاحيان الاهوميوسينز، ودي من الحاجات الظريفه اللي بتمنع الاتاتشمنت لهذه البكتيريا للايه؟ للتارجت اورجن. اللي انتوا كنا بنقولها وانتوا حضراتكم داخلين الانتي مايكروبيال ايجنت زي الفايبرونكتين سي 3 وسي 4 من الكومبلمنت واللاكتوبريكسيديزس. الفايبرونكتين والسي 3 وسي 4 اكت مينلي از اوبسونينز، يعني بيزودوا قدره الفاجوسايتس تو انجلف الايه؟ تو انجلف بالذات الكابسوليتد اورجانيزم، فده بيسموها اوبسونينز. اللاكتوبريكسيديزس برضه هتحاول تعمل انهبيشن او دامج للبكتيريا اللي هي اساسا بتدخل عن طريق الجي اي تي زي الايكولاي والشيجيلا والكوليرا والسالمونيلا. الانتي انفلاماتوري ايجنت اتفقنا ان كل الحاجات اللي فاتت دي كلها سواء كانت ايمونولوجيك فاكتورز او حاجات بتزود الاوبسونيزيشن او لو هينتج منها انفلاميشن هيبقى مينيمال انفلاميشن لان البريست ميلك فيه انتي انفلاماتوري ميدياتورز. في نفس الوقت كمان عنده الكيميكال سبستانسز اللي تقدر تعمل ريبير لاي انجري حصل نتيجه الانفلاميشن زي الانتي اوكسيدنت وزي الالفا 1 انتي تريبسن. فالانفلاميشن دايما بيبقى اندر كنترول، بيبقى تحت السيطره. نيجي للبيهات، يبقى احنا قلنا هناخد سته ايه؟ البيهات ثلاثه. البي الاولانيه بحاجه اسمها بيفيدس فاكتور. بيفيدس فاكتور. ايه؟ ما بعرفش انا والله بطل. البيفيدس فاكتور هو عباره عن امينو شوجر، يعني حته امينو اسيد لازقه في حته شوجر، امينو شوجر. الامينو شوجر ده يا دكتور بيعمل ستيموليشن لبكتيريا نافعه موجوده في الانتستاينال ليومن اسمها لاكتوباسيلس بيفيدس. لما يحصل ستيموليشن للاكتوباسيلس بيفيدس تبدا تنهبت تسكن الجي اي تي ميوكوزا كنورمال فلورا، وبالتالي تمنع الباثولوجيك بكتيريا انها تلاقي مكان تلزق فيه على الجي اي تي وول من جوه. يبقى دي اسمها ايه يا جماعه؟ لاكتوباسيلس بيفيدس. الفاكتور اللي بينشط البكتيريا النافعه او النورمال فلورا دي اسمه بيفيدس فاكتور. ايه هو النيتشر بتاعته بالظبط؟
اكتشف ان هو عباره عن امينو شوجر، حته امينو اسيد مع حته ايه شوجر من اللاكتوز مثلا، هي اللي بتعمل ستيميوليشن لهذا النوع من البكتيريا النافعه. بيمنع بالذات الحاجات اللي هي الانتستاينال باثوجينز، الانتستاينال باثوجينز زي الكوليرا وزي الايكولاي. البي الثانيه بايندنج بروتينز، ونتخيلها مع بعض. من ضمن العناصر الاساسيه للنمو بتاعه البكتيريا الفوليك اسيد والبي 12 والاير، فوليك اسيد وبي 12 واير. سبحان الله ربنا تلاقيه خالق لك ايه، منزل لك الحاجات دي في اللبن. طب ما لما هتنزل في اللبن وتدخل على الجي اي تي، ما ممكن البكتيريا الباثولوجيك تاخدها وتعتبرها كجروس فاكتور وتستثمرها وتبدا تكبر وتعمل مشاكل. لا، ده ربنا سبحانه وتعالى خالق لك هذه العناصر اللي هي الجروس فاكتورز الكويسه دي في اللبن، وكمان معاها الكارير بتاعها. الكارير اللي هو هيشبط فيها ويمسك فيها يحرم البكتيريا منها ويزود الابزوربشن بتاعها للايه؟ للجسم بتاع الطفل. فدي يسمها بايندنج بروتين. هذه البايندنج بروتينز يا دكتور تزود البايو افيلابيلتي بتاعت الثلاث حاجات دول للجسم، تزود الابزوربشن والبايو افيلابيلتي منهم، وفي نفس الوقت تحرم البكتيريا منهم، وبالتالي تعمل بكتيريوستيزس بطريقه ايه غير مباشره. تعمل بكتيريوستيزس يعني بتحرم البكتيريا من الجروس فاكتورز اللي هي محتاجاها. البيت الثالثه اللي هي لو بافرنج افكت او لو بافرنج افكت. المقصود بكلمه اللو بافرنج افكت ان الفيرست ميلك نيوترال او سلايت كلاين، وبما انه نيوترال هيعمل هياثر على الجاستريك اسيديتي اللي موجوده عندنا كلنا، لا هيبريزرف الجاستريك اسيديتي اللي هي تعتبر ناتشرال بارير اجينست انفكشن. تخيلوا يا جماعه لو كان لبن الام ده الكلاين بيور، كان هيعمل ايه في الاسيديتي اللي موجوده هنا؟ هيعادلها. ولما تبقى متعادله يبدا البني ادم يحصل له ايه؟ ما عادش في بارير موجود هنا، اي اكل فيه اي بكتيريا على طول تقدر تعدي من البارير بتاع الاسيديتي اللي هو كان ناتشرال بارير اجينست انفكشن، تبدا تعمل جاسترونترايتس. حتى تلاحظوها في الناس اللي هم بياخدوا، الناس اللي بياخدوا انتاسيدز كتيره والناس اللي بياخدوا بيبي، عارفين بيبي؟ البروتون بامب انهبيتورز، بيبقى عندهم الاسيديتي بتاعتهم بتبقى فيري مينيمال، وتلاقيه بيدخل في جاسترونترايتس كتير لان الناتشرال بارير اللي كان موجود هنا اتلغى خلاص. القصه دي مش موجوده في الاطفال ان البريست ميلك نيوترال او سلايتلي الكلاين سو ات بريزرف الجاستريك اسيديتي اللي هي تعتبر ناتشرال بارير اجينست انفكشن. في عندنا واحده سي واثنين اي. السي اللي عندك هي سيلولار اميونيتي، البريست ميلك يحتوي على بولي مورف نيوكليير ليكوسايت، يحتوي على فاجوسايت، يحتوي على مونوسايت. الخلايا دي كلها بتؤدي نون سبيسيفيك اميونيتي، ممكن تؤدي الى نون سبيسيفيك اميونيتي، وممكن بالعكس كمان تفرز بعض المواد الكيميائيه الكويسه زي اللاكتوفيرين. اللاكتوفيرين اللي هو الايرن بايندنج بروتين، وده يعتبر له بكتيريوستاتيك افكت. تفرز اللايزوزايمز وتفرز الاميونوجلوبولينز، يعني تقدر تشارك في السبيسيفيك اميونيتي وكمان في النون سبيسيفيك، في النون سبيسيفيك اميونيتي. الاثنين اي الانترفيرون وبعض الاميونوميدوليتنج ايجنت. الانترفيرون ده يعتبر بروتو سبيكترم انتي فايرال. الاميونوميدوليتنج ايجنت كانت مكتوبه في كتاب الاسم اللي فات او كتاب الاسم السابق وهي في منتهى الغباء، يعني حاجات صعبه جدا بالنسبه لحضرتك. انترلوكين 10، انترلوكين 8، انترلوكين 6، فيعني القصه دي ما تركزش فيها قوي، اكتب فقط امينو موديليتنج ايجنت اي جي واختار لك واحد او اثنين من دول، حتى ما تقولش الفايده بتاعته ايه. هم اصلا شخصيا ما بيبقوش مركزين فيها. ده يا جماعه سؤال النظر اللي جه في الدور اللي فات اللي كان عليه 10 درجات. انتي انفكتيف بروبرتيز اوف بريست ميلك اللي جه الدور اللي فات. ماشي؟ مفيش امتحان هيخلو من سؤال في الجورسن ديفلوبمنت ولا سؤال نظري في الانفانت فيدنج، نيفر ان هو اي شابتر من دول يعدي في الامتحانات. في بعض الريسنت بنفيشال افكتس في بريست ميلك دي ممكن تجي لك في قصه اكسبلين هاو، يعني يجي لك سؤال كده يقول لك ازاي البريست ميلك از كونفينينت فور بريماتيورز؟ الاطفال البريماتيورز اللبن بتاعهم ربنا سبحانه وتعالى مظبطه عليهم، يعني ايه؟ يعني الام اللي كانت بريجننت وحامل في الطفل ولدته قبل ميعاده. الولد اتولد وعنده 30 اسبوع بدل 37 اسبوع، طفل مولود صغير كده احتياجاته مختلفه عن احتياجات الطفل الفول تيرم. اللبن اللي الام هتنزله بعد ما تولد البيبي ده يا جماعه مختلف في بعض الحاجات عن اللبن بتاع الطفل الفول تيرم. في ايه؟ خمس حاجات. الحاجه الاولانيه هاير كونتنت من البروتين. بروتينات اعلى بنسبه 20%، الكلام ده هيتحفظ صم، وده ممكن يجي لك سؤال نظري لوحده. بنسبة 20% وذات من البروتينز البروتكتيف الاميونوجلوبولينز هتبقى كتيرة متوفرة والايه؟ واللاكتوفرين. واللاكتوفرين
طب ليه يا جماعه الموضوع ده؟ لان الطفل اللي اتولد قبل ميعاده ما لحقش ياخد الايمونوجلوبولينز بتاعته ترانس بلاسنتا، يعني اتضحك عليه فنزل بدري. لا، ربنا سبحانه وتعالى يعوضه في اللبن بتاعه بقى، يبقى فيه بروتين اعلى بالذات ايمونوجلوبولين ولاكتوفرين. رقم 2، الفات كونتنت اعلى بنسبه 50%. وهنا بقى يعني ايه؟ يعني هنا الاعجاز فعلي، ان هم لقوا ان معظم الفات يا جماعه اللي بيبقى موجود حاجات سمول سايز وجود دايجستبل، ومش كده وبس، ده كمان لقوا ان معاها بولي لونج تشين بولي انساتوريتد فات اسيد، لونج تشين بولي انساتوريتد فات اسيد، لونج تشين بولي انساتوريتد فات اسيد، زي الاوليك اسيد، زي اللينولينيك اسيد. الفات اسيدز دي فيري اسينشال فور برين جروث، وفيري جود انتي اوكسيدنت ميديتورز، حاجات بتؤدي بتبريزيرف على الريتنا بتاعت الطفل، وبتبريزيرف البرين بتاع الطفل، وفيري اسينشال للبرين جروث. واللي انا قلت المره اللي فاتت ان دلوقتي طلع الجولد الاس 26 جولد وبعض الالبان اللي هي بتحتوي على اللونج تشين فول انساتوريتد فات اسيد، واسعارها خرافيه، اسعارها غاليه جدا. لا، ده اللبن الطفل البريماتيور اللي بينزل له بيبقى فيه كميه عاليه من اللونج تشين فول انساتوريتد فات اسيد. الفيتامينز هنلاقي ان معظم الفيتامينز اللي نزلت زياده كانت انتي اوكسيدنت فيتامينز، زي فيتامين اي والفيتامين اي. فيتامين اي وفيتامين اي هما الاثنين دول لسه قايلين من شويه ان هما فيري جود انتي اوكسيدنت سبستانسز. عندنا دلوقتي كام حاجه بالزياده؟ ثلاثه بالزياده. تعالوا نتكلم على الحاجات سبيسيفيك. اللاكتوز كونتنت اقل. طب ليه اللاكتوز كونتنت اقل؟ لو ان الطفل البريماتيور اللاكتيز انزايم اللي في الاسيستم بتاعهم ضعيف. لو انت اديتهم لاكتوز عادي يحصل لهم ديستنشن وفيرمنتيشن، متخيلين؟ فنروح مقللين اللاكتوز شويه عشان يبقى كوبينج ويز اللور كونتنت من اللاكتيز انزيم اللي موجود عندهم. الاطفال دول هناخد ان شاء الله في النيورولوج ان هم ات هاي ريسك لانفكشن كاتاستروفيك اسمه ان اي سي، نيكروتايزنج انتيرو كولايتس، ماسيف نيكروزس اند جنجرين بيحصل في الجي اي تي بتاعتهم في السمول انتستين بالذات عند التيرمينال اليا من المنطقه دي، يحصل سلافنج وجنجرين فظيع. وفي الاخر المورتاليتي ريت بتاعته بتبقى بتعدي 70 80%. المرض الرهيب ده يا جماعه اسمه ان اي سي، نيكروتايزنج انتيرو كولايتس. لبن البريماتشور، اللبن اللي نازل للطفل البريماتشور سلايتلي بروتكتيف اجينست ذيس انفكشن. ليه؟ لانه بيحتوي على تو ميدياتورز لذاذ جدا في حمايه الطفل من الانفكشن ده، زي البليتلت اكتيفيتنج فاكتور اسيتايل هيدروليز والانترلوكين 10. وانترلوكين 10. البليتلت اكتيفيتنج فاكتور اسيتايل هيدروليز بيعمل ايه؟ هنفهمه ان شاء الله بعد كده في الان اي سي. شوف الاسم، بليتلت اكتيفيتنج فاكتور اسيتايل هيدروليز. اصل اللي من ضمن الحاجات اللي بتدخل في الباثوجينز بتاعت ان اي سي البليتلت اكتيفيتنج فاكتور. فلما نحط بقى الانزيم اللي بيكسره اللي هو الاسيتايل هيدروليز تكسر الفاكتور اللي هو بيساعد على حدوث الان اي سي، يبقى انك منعت مين؟ كانك بتحاول تمنع الان اي سي، نيكروتايزنج انتيرو كولايتس. الكلام اللي جاي بعد كده مش مهم قوي. هاير كونتنت من الاوليك اسيد لسه قايلنا اللي هو لونج تشين بول انساتوريتد فات اسيد. بقول لك بقى الناس دول اللي لما بيكبروا بيبقى عندهم لو ريسك اوف كورونر هارت ديزيز، يعني اللي بيرضع من لبن امه لبن مامته يعني بيبقى اقل عرضه لما يكبر يبقى في الادلت هود انه يبقى عنده كورونر هارت ديزيز. طبعا يعني حاجه اتعملت ميتا اناليسيز لما تابعوا مثلا الناس لمده 30 سنه او 50 سنه. جروس فاكتورز اند هرمونز، في هاير كونسنتريشن من بعض الجروس فاكتورز وبعض الهرمونز مش هتفرق قوي، حاجه زي البروجسترون مثلا، ثايروتروبين ريليزنج هرمون. الكلام ده يا جماعه خدوه فيري لايف، في مواد زي التورين، مواد زي الكارنيتين والتورين اللي احنا قلنا عليهم واللونج تشين بول انساتوريتد فات اسيد، يعني مش هيتقل في اي مكان، اعرفها كده اقراها ثرلي. بعض الانزيمات دايجستيف زي اللايبيز لسه قايلينه دلوقتي، وحتى اللي كان بيدخل له انتي بروتكتيف افكت انه بيكسر الانتاميبا هيستوليتيكا والجارديا لامبليا. والاميليز هيساعد على هضم، الاميليز يساعد على هضم النشويات مش كده ولا ايه؟ الاميلوبكتنز. ترانسبورتيف انزيمز زي الزانسين اوكسيديز ده من الحاجات اللي بتنقل الايرن، وفي الجلوتاثيون بيروكسيديز من الحاجات اللي بتساعد على نقل الترانسبورت بتاع السيلينيوم. في حاجه اسمها باي اكتيفيتي اوف بريست ميلك، بقول لحضرتك في بعض المكونات اللي موجوده في البريست ميلك، بعض المواد الموجوده في البريست ميلك بتبقى موجوده بنسب بكميات قليله، لكن الباي افيلابيلتي بتاعتها عاليه. فبيقول لك كان البريست ميلك ده حاجه حيه كده، بتعرف ظروفك ايه وتظبط نفسها على ظروفك. احنا لسه واخدين اكزامبل دلوقتي، اللبن بتاع الطفل البريماتشور مختلف ومتظبط على احتياجات الطفل. ده في حاجه ثانيه، الكالسيوم والفوسفيت.
كميتهم قليله لكن الريشيو متظبطه، فالباي افيلابيلتي بتاعتهم عاليه. الزنك كميته قليله لكن الباي افيلابيلتي بتاعته عاليه. ماشي يا جماعه؟ يعني مش لبن الام ما هوش حاجه هارد وفيكسد وريجيد، ده بيتغير وبيتشكل حسب ظروف كل واحد. ده المقصود بكلمه بايو اكتيفيتي اوف بيرث ميلك. اللي انا عايزه من الصفحه دي كلها على بعضها الحته بتاعت تركيب لبن الام للاطفال البريماتشورز، الكونفينينس بتاعه في البريماتشورز، ده اللي انا عايزه من الصفحه دي كلها. طبعا ناهيك عن الحته بتاعت المهم ايه، عمالين يتكلموا وبعدين اول ما اوصلهم انبههم كان مفيش حاجه، كان مش بيتكلموا في ايه؟ نعم ايه؟ رقم واحد بس اللي هم الخمس نقط دول المهمين. بروجرام اوف بريست فيدنج، تعالى بقى للكلام اللذيذ اللي هو ايه؟ شغل ربات البيوت. طبعا الشغل اللي جاي الحته اللي جايه دي مش بتاعتي انا، بتاع الدكتور النفسي. لما تكون الام في اواخر شهور حملها وبتروح لدكتور النساء بيتعمل لها حاجه اسمها انتي نيتال كير، تاخدها السنه اللي جايه. الدكتور النساء المفروض مش بس ياخد باله من الجنين اللي جوه، ده يظبط الدنيا للجنين بعد ما يتولد. فهنقول للام بص يا ستي احنا هنعمل لك نيبل كير، يعني ايه؟ يعني طول ما انت قاعده في البيت كده وفي اواخر شهور حملك بص للنبل بتاعك، لو ريفلكتد لجوه اقعدي ايه؟ وبروم فيهم وطي شويه لبره، لان الولد بعد شويه لما يجي يرضع لو لقى النبل ده داخل هو مش عارف يرضع. ودي من ضمن المشاكل اللي هنشوفها بعد شويه، فلازم تعمل لها نيبل كير. ما يبقاش مثلا في سكريشنز اراوند ذا نيبل، حتى في اواخر شهور الحمل احيانا بتنزل حاجات خفيفه كده بتعمل كراستس وممكن النيبل بتاعها يتشرخ. فهنقول لها برضو ايه؟ يبقى لازم يبقى في جود كليننج ايفري ناو اند ذن. ولو داخل لجوه نبدا نعمل له مساج ون ايه ونطلعه لبره، والكلام ده هتاخدوه بالتفصيل في نص السنه اللي جايه. اول ما هننبهها ان اول ما هتولدي السكلينج هيبدا از سون از بوسيبل. الامهات اللي بيولدوا برايمي يعني سوري اللي بيولدوا نورمال فاجينال دليفري بيبقى خلال ساعه لساعتين يقدروا يرضعوا. الامهات اللي بيولدوا سكشن غالبا خلال ست ساعات، على ما تاثير البنج يروح بيبقى تقريبا خلال ست ساعات. وانبهها اقول لها نو اكسترا فلويدز ديورنج نيرسنج، ما تحاوليش تدي الطفل ده ولا كراويه ولا ينسون ولا بيبي درينك ولا بيبي مش عارف ايه ولا بيبي ريست ولا دريمو ولا بيبي مون، كل الحاجات اللي موجوده في السوق دي خالص ملهاش اي لازمه، لانها بالعكس ممكن تعمل ديستنشن لبطن الطفل وايه، وممكن كمان لو فيها سكريات زياده ممكن تخليه يرفض صدرك، فمش هيبقى الاكتيفيتي بتاعته على صدرك معقول. فما فيش اكسترا فلويد باستثناء الميه، ممكن الواد يشرب ميه حتى يقول لك ايه بويلد تاب ووتر، او هقولها لكم بطريقه احسن كولد بويلد تاب ووتر، يعني جيب ميه الحنفيه واغليها وبعدين بربها وبعد كده ممكن تديها للطفل ده. تاب ووتر كمان مش ميه معدنيه، بويلد تاب ووتر ان ذا فيرست كولد بويلد تاب ووتر ان ذا فيرست 4 مانثس. تكنيك اوف نيرسنج، هتقعدي يا ست كده مرتاحه قاعده تتفرجي على التلفزيون او يعني مش مركزه مع الطفل قوي، ارفعي دماغ الطفل لفوق، امسكي صدرك كويس، فحاولي تخلي النبل ده بروترودنج لبره، رضعي الطفل من الناحيتين الاثنين، وما تنسيش قبل ما تنيمين انك انت تشيليه على كتفك شويه وتخبطي على ظهره وتكرعيه علشان ايه؟ ما يحصلوش ماركت ديستنشن، لان الطفل وهو بيرضع ممكن ياخد شويه هواء من هنا ومن هنا في بطنه تتنفخ ويجي لك بعد كده يقول لك ده الواد عنده كوليك. وبقى الكلام ده كله ما يهمنيش، بس الكلام المهم يا جماعه باك تو سليب. الطفل بعد الرضعه ينام على ظهره. في رانج براكتس بيتعمل كتير في حضانات كتير ان هو بعد الرضعه يروح منيمينه على بطنه. الكلام ده بقى اوبسوليت، وبقى في كامبين في اوروبا دلوقتي حامله في اوروبا لقوا ان في اطفال كتير من اللي بيناموا وشهم كده لقدام اللي بيشرق وبيحصل له حاجه اسمها صدن انفانت ديث سندروم. سمعتوا عن الحته دي؟ صادن انفانت ديث سندروم. فقال لك دلوقتي احنا هنعمل حمله اسمها باك تو سليب. مش باك تو سليب يعني العوده الى النوم، باك تو سليب يعني الظهر للنوم، يعني الطفل ينام على ظهره. اسمها باك تو سليب كامبين. لو دخلت حتى على النت كتبت كده باك تو سليب كامبين هيبدا يجيب لك بقى ايه صفحات عريضه على الانترنت. الطفل بعد الرضعه ينام على ظهره حتى لو عنده جاسترو سيفجير ريفلكس. في استثناء وحيد ان الطفل ممكن ينام على وشه مش عليكم، هقول لكم بعد شويه يعني مرض كده مش عليكم هنقوله بعد شويه، هو الاستثناء الوحيد ان الطفل بعد الرضعه ينام على وشه. هيجي دلوقتي. ها؟ لا ما يقلب وقت ما يقلب، بس عايز اقول لك ان الطفل ما بيقلبش في اول ثلاث شهور. اول ثلاث شهور هينام زي ما انت صفيحه زي ما انت هتحطيه. في القلب ده بعدين، لكن انا بقول ان الفتره الايميديت بعد الرضاعه ينام على ظهره، بعد كده بعد ساعه هو قلب ما هو حر بقى. الانترفالز بتكون فيه في طريقه نقول لك ايه؟ الطفل ديماند فيدنج يرضع وقت ما عايز يرضع. ان شاء الله يرضع بعد كل ساعه وكل نص ساعه، ما هو ديماند فيدنج.
لكن من وحتى خدناها في هاو تو مينتين الفيرست ميلك فلو، ان الولد يرضع اون ديماند وقت ما يحتاج. دلوقتي بيقول لك ايديالي ان المفروض ما بين الرضع والرضع يبقوا 3 ساعات، ان هم بيساووا الجاستريك امبتنج تايم، الوقت اللي المعده بتاعت الطفل بيكون فضت اللبن اللي فيه. لكن في بعض الاحيان تحتاج انك تقول للام لا انا عايز مور فريكوينت نيرسنج، يعني كل ساعتين او ايفن اقل. واحيانا تانية تقول لها لا خليها كل 4 ساعات او مور سبيس كمان. كل ساعتين يا دكتور ده في اول اسبوعين لما يبقى كميه اللبن اللي نازله للطفل قليله، ولما يكون الطفل ويك فاكر اصلا مصه ضعيف فما بياخدش حاجه، يعني حتى لو قعد على البريست ما بينزلش حاجه، والام في اول اسبوعين كميه اللبن اللي نازله قليله، واحنا اتفقنا ان كل ما الطفل يمص كل ما ينزله لبن، كل ما ينزله لبن اكتر. مظبوط كده؟ البريماتورز هم اصلا ويك فاكرز، مصهم اصلا بيبقى ضعيف، فممكن انك انت تخليه يبقى فريكوينتلي فاكلينج كل ساعتين. كل 4 ساعات ده امتى؟ لما يكون الطفل بعد 4 شهور من عمره، لان بعد 4 شهور من عمره ولما نقرب على 6 شهور هندخل حاجه اسمها الويننج فودز، هيبدا الولد يتلحس من بره اكل غير لبن الام، وبالتالي انا اقدر اعمل سبيسنج، اقدر اوسع ما بين الرضعه والثانيه. النقطه الثانيه لما يكون الطفل ده سترونج سكر، يعني لما بيمسك البريس ما بيعتقوش الا لما ينزل كل نقطه فيه، ده سترونج سكر، يعني الرضعه الواحده تكفيه. او لما يكون في لايبرال ميلك فلو، لايبرال ميلك فلو لبن الام، اللبن اللي في صدر الام كتير، لان لو الولد عمل فريكوينت ساكلينج اولا هياخد كميه لبن مش محتاجها، ثانيا كل ما هيمص كل ما هيجي ايه؟ لبن اكتر، هيبقى المصنع بتاع الام قد كده بقى، البريست هيبقى قد كده ويتحشي لبن. يبقى بسرعه يا جماعه، ايديالي كل 3 ساعات، كل ساعتين لو احنا محتاجين لبن زياده، في اول اسبوعين الولد ده بريماتيور او لو كان ويك سكر، ويك سكر او لو كان فيش كانت ميلك سبلاي. كل اربع ساعات بعد 4 شهور في الاطفال اللي هم الاوبيز او الاوفر ويت او اللي هم السترونج ساكرز ولو كان في لايبرال ميلك فلو. هاو كان يو اسس البريست فيدنج؟ ده دوري انا بقى كدكتور اطفال. ام بتقول لك في امهات خادعه بترضع الولد زي الفل والولد بياخد لبن كفايه، يقول لك يا دكتور الولد ما بيستكفاش بلبن، اللبن خفيف انا لبن قليل. القصه دي هتسمعها كتير جدا. واحده تانيه تقول لك يا دكتور انا تمام التمام والواد بيرضع ولبن زي الفل، تيجي تبص دلوقتي تلاقيه برص صغير كده ونحيف ومرضمك. لازم انت يبقى ليك مخ تفكر فيه. هاو كان اسس ان الولد ده بياخد فيدنج كويس ولا لا؟ وعلى فكره ده ممكن يجي لك اولا الجزء ده بيجي في الكلينيكال في صوره حاجه اسمها دايتيتك هيستوري. ده رقم واحد، رقم اثنين ممكن تتساله اصلا في الاورال او في الكلينيكال. ازاي تعرف تعمل اسسمنت للفيدنج بتاع الطفل؟ لو الولد ده كان بياخد ايديكويت فيدنج يا جماعه، اهم بارامترز هو ايديكويت ويت جين. كل ما بيجي له كل زياره بحط الطفل على الكيرف الاقيه عمال يزيد، معنى انه بيزيد ان هو بايه؟ ما بياخدش حاجه غير اللبن، ان هو بيرضع. ثاني حاجه الطفل بقى ساتيسفايد اكتر فيدنج. حته الساتيسفاكشن دي بنعرفها بطريقه سبجكتيف شويه. ازاي؟ هتقول لك بعد ما بيرضع ممكن ينام له ساعتين ثلاثه. الولد بيجيب براد كويس، بيجيب بول كويس. يعني ايه كويس؟ يعني العاده بتاعته مرتين في اليوم، مرتين 3 مرات بول وثابت على كده، وبينام ساعتين ثلاثه بعد الرضع، يبقى الولد ده ساتيسفايد. لكن اللي يهمني ان الولد ده بيزيد في الوزن تدريجيا. ماشي؟ عايز انت تعمل حاجه اوبجيكتيف بقى، كل الكلام ده سبجيكتيف، ده هيست. عايز تعمل حاجه اوبجيكتيف، شوف البريست بتاع الام تلاقيه فول اوف ميلك، مليان لبن، كميه اللبن اللي فيه كويسه جدا، معنى كده ان الولد ده بيمص كويس. ماشي؟ وان الام ما عندهاش مشاكل في كميه انتاج اللبن. الحاجه الثانيه بنعمل حاجه اسمها تيست فيد. نجيب الطفل قبل الرضعه نوزنه ونرضعه ونوزنه بعد الرضعه، نطرح الاثنين من بعض يديك كميه اللبن الولد ايه؟ رضعها. اعمل الموضوع ده 6 مرات في اليوم واعمله لمده 3 ايام وخد المتوسط. وكميه اللبن الناتجه دي هل هتبقى في قد احتياجات الطفل ولا اقل من احتياجاته ولا اكثر من احتياجاته؟ هنا تقدر تعرف بالظبط كميه اللبن الولد بياخدها قد ايه. في الواقع مكتوب في كتب كتير، في كتب كتير يقول لك ايه؟ انك انت تعمل كده مع الام، الكلام ده يعني مش موضوع يحرج الام ويحط يخلي الام بانيك وديستريز وقلقانه، تقعد توزن 6 مرات في اليوم ولمده 3 ايام وتعالي ونعمل. طب اصل الولد وزنته بالبامبرز ولا من غير؟ وزنته بالبراز بتاعه ولا من غير البراز؟ فقصه بازلنج. اهم حاجه يا جماعه انك انت تعرف بيها ايديكويت فيدنج هي ان الولد ده ستيدي ويت جيم. سهله؟ هي النقطه الاولانيه. نرجع تاني للنقطه الاولانيه. الطفل اللي عنده اندر فيدنج هتلاقي الولد ده وزنه قليل، تيجي تحطه على الكيرف تلاقي الوزن بتاعه مش حلو. ايفن كمان ممكن تلاقيه يا اما ما بيزيدش في الوزن يا اما بالعكس ده عمال يخس. والام تقول لك نص ساتسفايد افتر فيدنج، ما بيستكفاش. تعرفي ازاي يا ست؟
يبقى irritable و hungry و crying و sucking fingers عمال يمص الصبع. ايه كمان؟ فين وفين على ما يجيب براز وكمية البراز دي صغيرة وخضرة greenish stool، البول بتاعه كميته قليلة. لو الوضع ده قدامك من كلام الام ومن عينيك انت، انك انت لما حطيت الطفل على الكيرف لقيت وزنه قليل، هنا لازم تدور على السبب. ادور على السبب في الطفل وادور على سبب في الام واحاول اظبطه. هنشوف اسباب الديفيكالتيز بعد شويه. لو ما قدرتش انك انت تظبط السبب، زود للطفل رضعه خارجيه. هنزود للطفل رضعه خارجيه. غالبا الرضعه الخارجيه دي بنقول للام رضعي من صدرك وبعدين كملي بالايه؟ باللبن الصناعي الفلاني ده على حسب ما الطفل يكتفي منه. اوفر فيدنج، صعب ان ام تيجي تقول لك انا ابني بياخد لبن زياده او ابني بيرضع اوفر يا دكتور. ما بتحصلش. هي حاجه من الاثنين، تقول لك حلو يا تقول لك ايه؟ وحش. عمرها ما تقول لا، لا يقول لك حلو يعني ايه؟ يعني نورمال يعني اقصد. لكن مستحيل انها تيجي تقول لك ده زياده قوي بيرضع كتير يا دكتور، انا عايز اقلل بقى اللبن اللي هو بياخده. عمرها ما حصلت. لكن انت هتبص بعينيك تلاقي في اكسسيف ويت جين، يجي لك طفل في العياده قلبوزه كده وشه كده مكنسخ وبطنه وكرش وبتاع وعرق، فاهم؟ برضه الورق برضه الام هتقول لك مشكله، الولد ده مش ساتسفايد رغم كده وما هوش مش شبعان. بس مش شبعان ليه بقى؟ لما بياخد لبن كتير، انت لو شربت لك لترين لبن يحصل لك ايه؟ انتفاخات. الولد لما بياخد لبن كتير عن حاجته يحصل له ديستنشن، يعيط. الام تفكر ان العياط ده عباره عن ايه؟ جعان، تروح مرضعاه، ديستنشن، يعيط، تدخل في فشوة ايه؟ فشوة سيركل، دايره مفرغه. هنا هتيجي تبص تقول لك طب البراز بتاع الست ايه؟ ما شاء الله البراز بتاعه بيجيب كميه براز كتيره بلكي، واحيانا ممكن يوصل لدايريه، دايريه من كتر الاكل، عمال يشرب لبن من فوق عمال ينزل من تحت. وكمان اللذيذ في الموضوع ده انك تلاقي الواد مش تخين وبس، ده انت تلاقيه تخين ودايما متسلخ من تحت. التسلخات دي غالبا من ايه؟ واد عمال يعمل مثلا براز 10 مرات في اليوم، ما هو عمال يرضع، ما بيعتقش نفسه، ما بيرحمش نفسه. على فكره انت لو سبته الطفل لو كان جود فاكر، لو سبته على البريست بتاع الام ممكن يتاني يرضع ال 24 ساعه، ومش فاهم حاجه. اصل ده ريفلكسات يا جماعه، ده ريفلكس. حط. وفي ناس على فكره من الناس الكبار اللي حضرتك عندهم نفس ريفلكس. وهقول لكم على حاجه برده مهمه قوي خاصه بالموضوع بتاع الاوفر فيدنج ده، بس بعد ما اقول لكم المانجمنت بتاعه ايه. المانجمنت لو لقيت طفل مكلبط بالشكل ده هتقولي طب وايه يعني؟ طب ما يدخل، ما هو بعد شويه الولد ده هيظبط نفسه. بس الام عندها مشكله، مشكله ان الطفل عمال يعيط وعنده كرامبس وكل شويه. هقول لها هنا اعملي سبيسنج بقى في الرضعه عشان بطن الولد تهدى شويه. هتقول لك يا دكتور طب ما بعمل سبيسنج بس برضه في انتفاخات. اقول لها اه يبقى انت اللبن الكتير خلي الولد ما يقعدش على صدرك اكتر من ثلث ساعه. في طفل ممكن يقعد ساعه على لبن على صدره، ويا سلام بقى لو مليان لبن. لا. طب هتقول لك طب ما في كميه لبن بتركن في صدري، ولو سبت اللبن في صدري يا دكتور، عارفين بقى لما يقول لك ايه الواد اتكرع في صدر مامته؟ كلمه اتكرع في صدر مامته دي هتيجي بعد شويه اسمها ملك انجورجمنت. اللبن لما يتركن في الاثنيه يا جماعه يعمل ماركت ديستنشن وسيفير بين عند الام، كان في ابسس في صدرها بالظبط. طب نتفادى القصه دي ازاي؟ ان بعد الطفل ما يرضع اسحبي بقى بالبامب اللبن ده وارميه في الشارع. بره ما بيرموش في الشارع، بره بتروح الام ايه؟ كل هناك عقليه تجاريه، تروح سحب اللبن وعطيها في علب وتروح في البنك. فاهم ازاي؟ بالذات الزنوج. ما بيغلبوش. القصه بتاعت الاوفر فيدنج دي يا جماعه بقول لكم ان الطفل لما يكون قدامه الفريسك عمال يرضع، وبالذات لو في لبن كتير بيرضع. لان هو مش الرضاع عنده والاكل عنده مش كنترولد بالابيتايت سنتر. نفس القصه بتحصل لحضرتك لما تكون بتاكل قدام التلفزيون. لو بتاكل قدام التلفزيون الاكل بتاعك نوت كنترولد بالابيتايت خالص، ده انت بتاكل كنترولد باللي انت عمال تشوفه. ممكن تقعد قدام التلفزيون مثلا وقدامك دكر بط و10 تريفه ممكن تاكلهم من غير ما تحس. ما تقومش غير فقط لما بدات تحس ان بطنك بتوجعك من كتر الاكل. ودي مشكله للناس الاوبيز، هناخدها في الاوبيزيتي بعد كده، ان من اهم العناصر اللي تنبه عليها اي واحد اوبيز ما ياكلش قدام التلفزيون. على اعتقد كلكم بتاكلوا قدام التلفزيون، ولو ما كانش قدام التلفزيون اعصابه تتعب، ما يعرفش ياكل بس، ياكل ويتفرج، او ياكل ويسمع حكايه، ما يعرفش ياكل بس. والله انا شايف ان الشابتر ده حلو، اي نعم يعني مش في طب قوي بس حلو. difficulties in breastfeeding عمرها ما جت قبل كده ولا امتحان، لكن والله كويسه برضه. في maternal difficulties وفي infant difficulties. الماترنال difficulties انا على فكره بقسمها لكم بطريقه حلوه قوي، حاجتين باللبن، واحد واثنين لهم علاقه باللبن عشان تحفظوها، ثلاثه واربعه لهم علاقه بالنبل،
خمسة وستة لهم علاقة بالبريست ككل، البريست نفسه. سبعة لحد عشرة مشاكل خاصة بالأم نفسها، مشاكل اجتماعية خاصة بالأم، حاجات خاصة بالأم نفسها. يبقى نحفظها كده، اتنين 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 أربعة، نفس خطة لعب الأهلي قدام النجم الساحلي. اتنين سكنت ملك صبلاي، اللبن اللي نازل للأم قليل. ليه؟ ماترنال مال نيوتريشن، أم مش متغذية، ماترنال ديز عندها تايفويد فيفر، عندها عيانة، ماترنال سايكل تروما سايكولوجيكالي هي أبسط. أبسط ليها دكتور كان نفسها في بنت وجابت ولد للمرة السابعة، سايكل تروما قرفانة من الطفل، سايكل تروما بتنهبت الريفلكسات زي ما اتفقنا، وبالذات الايه ملك ايجكشن ريفلكس. بور ساكلينج في الطفل، ما احنا اتفقنا ان كل ما الطفل يرضع زياده يحصل استيميوليشن للريفلكسات فتنس. طب السكانت ميلك سبلاي دي نتعامل معاها ازاي؟ دور على السبب وحله. طب انا مش عارف احل السبب اعمل ايه؟ حاول تنشط انتاج اللبن عند الام، انك انت تزود الميلك فلو عند الام ب فريكوينت ساكلينج ماشي. طب ما جابش نتيجه، زود حاجه ترانكلايزر كده للام زي الكلوربرومازين. كلوربرومازين اعتقد اسمه الدوجماتين في السوق، بس في حاجات على فكره احنا بقى بنكتبها، يعني اللي انا اللي احنا بنكتبه في العياده في حاجه اسمها لاكتوماكس كبسول، عشان بقى الناس اللي عايزه ايديها تبقى في السوق. وفي حاجه اسمها لاكتو فلو، وفي حاجه اسمها هربانا، ده اسماء تجاريه لمجموعه من الاعشاب الكويسه جدا لادرار اللبن ماشي. يعني انا عمري ما كتبت دوجماتيل ده خالص، اللي هو الكلوربرومازين، بخاف منه الصراحه انه له اعراض جانبيه كتيره. طب بنزل الحاجات دي في بره بقى. عندهم حاجه اسمها الكتريك بريست بامب. الكتريك بريست بامب دي يعني ايه؟ الواد مش قادر يمص، طيب هنجيب بقى حاجه بامب بتشفط لبن، تروح الام حطها على صدرها، البامب دي هتقعد تزغزغ بقى دي على النبل، بتشفط لبن كانها سكر زي ما الطفل بالظبط بيمص. اسمها الكتريك بريست بامب، بس غاليه جدا على فكره. يعني بقول لك حتى مكتوب في نيلسون يقول لك ايه؟ بالبلدي الامهات ممكن يشحطوها لبعض. اصلها غاليه، يعني مش معقول ان انا هجيب حاجه ب 1500 جنيه مثلا علشان اعنم الطفل ما رضى. 1500 جنيه. رقم ثلاثة كومبلمنتري فيدنج. كومبلمنتري فيدنج، الام عملت الكلام ده كله والولد ما فيش لبن كفايه، اديت اللاكتو فلو واديت مش عارف وعملت البامب وخليت الطفل يرضع وحاولت اعالج السبب، مفيش فايده، كميه اللبن قليله، خلقت ربنا انا كده لبني قليل. خلاص يبقى احنا هنعمل كومبلمنتري فيدنج، نرضع من صدرك ونكمل برضعه خارجيه دراي باودر دميلك من بره. طبعا له بروكوشنز معينه هنتكلم عنها ان شاء الله في مكانها. النقطه الثانيه عكس الملك، عكس السكانت ميلك سبلاي، ميلك انجورجمنت، العكس كل حاجه وعكسها. الميلك انجورجمنت الطفل ما بيعملش انكمبليت ايفاكويشن للبريست، وبالتالي اللبن بيركن يعمل اوفر ديستنشن للالفيولاي. الالفيولاي بقى دم لما يتركن في اللبن، لما يتركن في صدر الام يا جماعه بالظبط تقول لك تنس ايديميتاس تندر، بيوجعني كان عندها خراج بالظبط. في بعض الاحيان تسخن، يجي لها فيفر وتبقى ملاذ هبطانه من كتر الالم اللي موجود عندها في الصدر. يعني الصدر يا جماعه الام بالذات بيبقى فيري سنسيتيف، ما انتوا شايفين مليان ريفلكسات ومليان نيرفس وكده، فاقل حاجه توجع. حتى لما تاخده في الجراحه يقول لك ان في اماكن في البريفري ما ينفعش تعمل فيها الجنرال انستيزيا. من ضمن الحاجات اللي تشتغل فيها الجنرال انستيزيا الهاند سيرجري، الايد فيري سنسيتيف والبريست فيري سنسيتيف. فالام زي ما بقول لك لما توصل لميك انجورجمنت ممكن تبقى فيها فيفر وملاذ وتعبانه جدا وفيري تندر ايديميتاس بريست موجود عندها. في الحاله اللي زي دي نحاول نعمل بروبات امبتنج للبريست بعد الطفل ما يرضع في اي لبن مركون. حضرتك ايه؟ يا اما مانوال اكسبريشن يا اما بالبامب، والبامب دي موجوده في الصيدليه، البامب العاديه بتاع 10 جنيه يعني. خلصي من اللبن الزياده لو انت من النوعيه اللي اللبن بيركن في صدرك. تاني حاجه حاولي تعملي كمادات ميه بارده، تعمل دي كونجيشن وايه؟ وتهدي اللعب شويه، تهدي البين، تقلل الكونجيشن وبالتالي تقلل البين. في حالات السيفير كاسس خد بالك ان اللبن اللي مركون ده ريسك فاكتور فور بكتيريا اوفر جروس وبالذات الستاف، يبقى لازم ندي انتي بايوتيك ونحاول ان احنا الايه؟ ممكن نوصل في مرحله ان احنا نوقف الرضاعه مؤقتا، ندي الام شويه استروجين كده لمده يوم او يومين يهدي ها البرولاكتين ريفلكس، اهدى شويه برولاكتين عشان ايه؟ العمليه مزنقه تحت. ده بالنسبه للملك انجورجمنت. على فكره المواضيع دي يا جماعه عمرها ما هتجيلك في امتحان، لان المواضيع دي وضعها مواضيع دكتور نسا. يعني انا مش هتجيلي الام واكشف على صدرها واه ده انجورجمنت ومش انجورجمنت، ماليش دعوه بالكلام ده.
انا دكتور اطفال، عشان كده وانت بتقرا ممكن تتسال فيها، ممكن الام تسالك فيها، لكن غالبا it is not your case، مش شغلتك. ريتراكتد نيبل او بينفول نيبل، برضه هي الام ممكن تسالك يا دكتور اطفال، تقول انا النيبل داخل لجوه او النيبل بتاعي متشرخ وفي تسلخات. لو النيبل داخل لجوه هقول لها مشكلتك دي كانت انك انت لما كنت عند الدكتور لسه ما عملتيش انتيناتال كير كويس. لسه قايل لكم ان المفروض ان الام وهي في الانتيناتال فيزيتس بتروح للدكتور، هو يشيك الدكتور النساء يشيك على النيبل، لو داخل لجوه تبدا الام تعمل له مساج. هنشوف حاجات ظريفه جدا، حاجات من المخترعات الجديده اللي لو النيبل ده ريفراكتد ممكن احنا نطلع النيبل ده لبره. الكلام ده كله لازم يتعمل واثناء ما الام حامل. العلاج الحل بتاعه انك الام تحاول تعمل مانوال مساج او تعمل مانوال بامبنج. عارفين لما الام بتركب بامب على على البريست، البامب نفسها لما بتيجي تشفط اللبن بتروح شافطه معاها النيبل، فالنيبل ايه من كتر الشفط ومن كتر النيبل ممكن يبقى ريتراكت يبرز لقدامه بروجكتنج كويس. في احيانا ما بتنفعش الحالات دي خالص، ترولي انفيرتد نيبل، النيبل داخل لجوه خالص وفلات مع الكونتور بتاع البريست. طب الولد هيمسك في ايه بقى؟ في الحاله اللي زي دي بيعملوا في اختراع ظريف اسمه ميلك كابس. الميلك كابس دي برضه عشان انت تتخيلها حاجه عامله زي عارفين غطا السكته، السكته بتاعت الاطفال اللي هي البزازه دي لها غطا عامل كده، الغطا ده بلاستيك، هو الميلك كابس بتبقى عامله كده، تضغط انت عليها وتروح ملبسها عند النيبل وتروح سايبها، تروح شافطه ايه ان الام بقى تخليها على صدرها شويه، دي اسمها ميلك كاب، حاجه بلاستيك كده عامله زي مش عارف اوصفها لكم ازاي، بتعمل فاكشن كده بس انت بتسيبها وتنها على الصدر بتاعت، لا تنها عامله سستند فاكشن للنبل لبره، دي اسمها ميلك كاب. زي ما انتم شايفين الكلام ده كله هيتعمل امتى يا جماعه؟ انت نيتال كير، انا ماليش دعوه بيه، يعني ممكن الدكتور لسه يعمله من قبل انا ما اشوفه اصلا، من قبل انا ما اشوف الام خالص. البينفول نيبل فيري كومن بروبلم عند الامهات، يعني مشكله تكاد ما فيش ام ما بتشتريش منها. البينفول نيبل حاجه من اثنين، يا اما يبقى فيه ايروجن يسموها سور نيبل، او فيه فيشر شقوق في النيبل. الاولانيه بتحصل عاده في الاسبوع الاولاني، والثانيه عاده بتحصل بعد الاسبوع الاولاني، التشققات اللي موجوده في الحلمه بتاعه الام. علاجها ايه؟ لما الام يبقى عندها المشكله دي يا جماعه تحاول دايما يبقى صدرها ناشف، تعمل وهي قاعده مع نفسها في البيت تحاول تعمل اكسبوجر للنبل اطول فتره ممكنه للاير عشان يجف ينشف. طب لما تدخل صدرها جوه الاندر ويرز بتاعتها، في امهات بتقعد تنزل لبن جوه، حتى يعني كتير قوي من الامهات تلاقي ريحتهم مش حلوه، ليه؟ من كتر اللبن اللي بيقعد ينزل غصب عنها، لبن عمال ينزل بدونها هتغير 30 40 مره في اليوم، فبيعملوا حاجه اسمها ابزوربنت باب. عارفين ال الباب اللي بتتحط على العين بعد العمليات العمليات السيرجيكال اي، حته الشاشه اللي فيها قطن من جوه دي، الباب دي برضه بيبقى فيه باب كده بتتحط جوه البرازير بتاعت الام، جوه البرا بتاعها من جوه، تقعد تمتص الايه؟ كفوله للام. عارفين بقى نظام بقى الكفوله، كل شويه بقى تقعد تشيل الباب وتحط باب ثانيه، تشيل الباب وتحط باب ثانيه. ده مين يا جماعه؟ الامهات اللي عندهم بيقعدوا ينزلوا لبن جوه، لان اللبن والويتنج اللي جوه ده ممكن هو نفسه يعمل تشققات وتشرخات في الحلم. دي النقطه الثانيه. طب لو مفيش الابزوربنت باد دي هنا، قول لها مفيش، الموضوع ببساطه شديده، هاتي بتاع الشاش اللي هو موجود في الصيدليه بتاع العين وحطيه جوه الايه؟ البرا بتاعك، هو يقعد يمص وكل شويه ايه؟ يقعد يغير الايه؟ الباد دي. واوعي تغسلي النبل بتاعك بكحول او تمسحيه بكحول او تغسليه بالصابون، لان يعني المواد دي يا جماعه دي ايريتنت قوي، الكحول ايريتنت ناحيه الاسيديتي والصابون ايريتنت ناحيه الالكالينيتي، فده ممكن في حد ذاته يعمل يزود التشققات والتشرخات اللي موجوده. طب ما تعملوا ميه عاديه انزلموا بزاجين في الموضوع ان النبل يتنيه دراي دراي. طب في السيفير كيسز، في السيفير كده بص يا دكتور انا مش قادره، اللبن راكن والواد بيجي يحط الحلمه في بقه، مصيبه بقعد اصرخ. طب في الحلقه، طب لما يبقى النبل بينفل بيحصل انهبيشن لان ريفلكس الاجكشن، يبقى في لبن هيتركن فين؟ في صدرها. هنا يبقى لازم نعمل اكسبريشن، لو الولد مش قادر يرضع نعمل اكسبريشن للبن ده ونرميه في 60 داهيه او نرضعه له، يبقى لازم تطلع اللبن ده لبره. تاني حاجه تعالى على النبل اللي متشقق ده وادهنه، بندهنه بجنشن فايولوت توتيا زرقاء، وفي ناس بيدهنه ببانتينول. البانتينول ده مشهور جدا، حاجه بتساعد على الري ابيثيلايزيشن، بتساعد الابيثيليال فورميشن. في حاجات مش موجوده عندنا، حاجه اسمها نبل شيلدز، نبل شيلدز دي عباره عن ايه؟ الحلمات الصناعيه،
حته بلاستيكه واخده شكل النبل، فالام مدخلاها في النبل كده، والواد بقى لما يجي يعضعض او اي حاجه عمال يعضعض على حته البلاستيك دي، تبقى بلاستيك طري، يبقى النبل بروتكتد، يعني كانك انت عامل شيلد، عامل درع كده للنبل، والواد لو عايز يعضعض بقى يعضعض فين؟ يعضعض بره. الحقيقه انا ما شفتهاش، جايز تكون موجوده في القاهره لكن انا ما شفتهاش في المنطقه دي خالص. في السيفير كيسز وبايلاترال فيشرنج وقف الرضاعه بقى، ندي استروجين ونوقف لحد ما يحصل جود ابيسيلايزيشن وجود ريبير للانجر اللي موجود. نلم الموضوع من تاني، الفيشر نبل نوعين، اروسيف تايب بيحصل في الاسبوع الاولاني، فيشر تايب بيحصل بعد الاسبوع الاولاني. التريتمنت اهم حاجه ان النبل يبقى دراي، اكسبوز ذا نبل تو اير، حاول تخلي النبل دراي على قد ما الام تقدر، ودايما ممكن تحتاج انها تحط ادزوربنت باد جوه البرا بتاعها في الاندر وير. تفادى الحاجات الالكالين او الحاجات الاسيدك او زي الكحول والسوم. في السيفير كيسز اعمل اكسبريشن للبن ده، ادهن النبل بجنشن فايلوت او بانتينول، حاول تحط نبل شيلد كبروتكشن بروتكتيف للنبل. في السيفير كيسز هتعمل سبريشن لانتاج اللبن. الاكيوت ماستايتس والبريست ابسز، احنا كده هنتكلم على الحاجات في البريست تيشو نفسه. اهم ريسك فاكتور ليهم هما الاثنين اللي احنا خدناهم، الميلك انجورجمنت، ويا سلام بقى لو في بورتال اوف انتر من فيشر نيبل او سور نيبل، على طول تروح داخله اهم اورجانيزم هو الاستافيلوكوكاي، وهنا بقى يبقى فيه لارج تنس اديمتس بريست مع في مع هاي فيفر، ولو كان في ابسس يبقى في رايجورز وتوكسيك مانيفستيشنز عند الام. العلاج بتاعه انك انت تدي الام انتي بايوتيك انالجيسيك توقف الرضاعه، يا من ناحيه من ناحيتين. غالبا الام لما بيبقى عندها ابسس ما بتستحملش انها ترضع حتى من الناحيه السليمه، لانها بتبقى توكسيك، حاجه توكسيك الابسس ده فظيع، غالبا هتلاقي بيب ريدنج كده ورايجورز وتعبانه مش قادره، فغالبا هتوقف من الناحيتين التعبانه والسليمه. لكن في الماستايتس ممكن ترضع من الناحيه السليمه وتسيب الناحيه التعبانه ما ترضعش منها. لارج بندلس بريست، فوق ما هتلاقي البريست بتاعها نازل لحد الهيب جوينت كده، واخد بالك بريست كبير جدا، بيحتاجوا يتعمل لهم حاجه اسمها مامو بلاستي تجميل. البريست البندلس ده بالذات في الامهات الاوبيز قوي، لو هي بترضع بالليل ممكن تخنق الطفل، تقوم الصبح تلاقي الواد ميت، ليه؟ كتم على نفسه. فالحالات زي دي لازم الام ايه؟ تفوق. فيدنج فروم سليبنج ماذر. الام العامله رضعت الطفل قبل ما تروح الشغل وحاولت ترجعي بدري، بياخدوا حاجه اسمها ساعه رضاعه، يرضعوا الطفل اول ما يرجعوا من الشغل. لو المسافه ما بين دي وما بين الرضعه دي وما بين الرضعه دي اكثر من 4 ساعات، اللي قاعد في البيت يعمل رضعه صناعي. اي حد قاعد في البيت، البيبي سيتر اللي قاعده، او لو جوزها اللي قاعد، او لو اي، او لو مامتها او جده كده. كونتراسبشن، طب انا عايز اخد يا دكتور حبوب منع حمل ما تاثرش على اللبن. نتفادى الاستروجين كونتيننج بيلز وندي البروجسترون كونتيننج بيلز، او نستخدم الوسائل الميكانيكال زي الكوندومز واللوب والاشياء الاخرى. بريجننسي اند لاكتيشن، مفيش مشكله انها ترضع لحد 24 اسبوع لو هي حملت تاني، يعني في امهات ما بيضيعوش وقت، اول ما تعدي ال 40 يوم على طول، واخد بالك، تحمل على طول، الناس ما بتضيعش وقتها. ففي الحاله اللي زي دي هنقول لها رضعي لحد 24 اسبوع، لحد تقريبا 5 6 شهور، وبعد كده مش هينفع ترضعي اصلا لعده اسباب، انها ميتابوليك ستريس عليكي بره وجوه، اللبن نفسه يبدا يتغير للكولوستروم، هيبدا يتشنج، لان المفروض البريست يبقى بريبيرد للبيبي اللي جاي، فمش هتنفع الامور انها تمشي كده. توينز اند لاكتيشن، توينز اند لاكتيشن من حقها انها ترضع. اتضحك على ايه؟ لا اتضحك على ايه صحيح؟ توأم. ممكن ترضع التوأم، بترضع التوأم من ايه؟ من كل ناحيه، يعني كل واحد بياخد ناحيه كده، واخد بال حضرتك؟ ممكن مثلا عندها احمد ومحمود، يبقى تكتب على البريست ده احمد كده محمود، كل واحد يبقى عارف البريست بتاعه، وتمسكهم ترضعهم هما في نفس الوقت، واخد بالك؟ طب علشان يبقى نشوف كميه اللبن ممكن ما تبقاش كفايه، يبقى لازم نعمل مونيتورنج للجروس بتاع الاطفال دول بالجروس كيرز، على اساس في اي لحظه من اللحظات انا ممكن ادخل بلبن، ممكن ادخل بلبن صناعي. لو ما فيش ويت جين كفايه هنحتاج ان احنا ندي لبن من بره. بيعملوا بره حاجه ظريفه، بيقول لك احنا نرضعهم الترنيتيف فيدنج، يعني ايه؟ يعني الولد رقم واحد ياخد البريست المره دي، ورقم اثنين ياخد ارتفيشال. الرضعة اللي جاية اتنين ياخد البريست، ورقم واحد ياخد ارتفيشال، وهكذا. الامهات الاب الام والاب على فكرة بيحاولوا يتعاونوا في المنطقة في النقطة دي، لكن غالبا بيفشلوا، وغالبا الام بتروح تصنف ولد من الاثنين ترضعه طبيعي،
والوحش تروح مديها لابو ترضعه صناعي. غالبا القصه بتحصل كده، يعني اللي بيبدا طبيعي بيتنيه طبيعي واللي بيبدا صناعي بيتنيه صناعي للاسف الشديد. بس بريست مالك، بريست مالك اشطب يعني، مش اشطب عليها، معلومات عامه كنسلها، كانسلد. انفانت كوزز اوف ديفيكالت فيدنج، المشاكل اللي بتبقى موجوده في الطفل عشان الطفل يرضع. يا جماعه انا هقول لكم ببساطه، بصوا لنا، لو انا بيبي مثلا عايز ارضع، هحط حاجه في بقي اهو، يبقى لازم ابقى فايق اليرت، مش كوماتوز ده مثلا، فايق، وايه، واحط النبل في بقي كويس جدا، واستحمل ان النبل يتحط في بقي، ما عنديش مشاكل في بقي، مظبوط. طب ولو النبل في، هاخد نفس منين؟ يبقى لازم مناخيري تبقى ايه، سالكه، عشان ابلع اللبن ده لازم يبقى فيه نفس مهوات سريع، عشان يبقى فيه كوردينيشن ما بين السكلنج والسوالونج وما بين الريسبيريشن، يبقى لازم يبقى نفس هادي كده. اي لخبطه في الميكانيزمات دي كلها هتؤدي الى مشاكل في الطفل. مثلا واد عنده كونجنتال انوماليز في بقه، كليفت ليب، كليفت بلد، تراكيوسفجيال فيسترا، ماكرو جلوسيا، في طفل تلاقي لسانه كبير، ما ده كتير، ده مجموعه امراض بتعمل ماكرو جلوسيا فظيعه، حتى بيتعمل لهم برضه ايه، سيرجيكال ريكونستراكشن في الطنج. طب ده هيحط النبل ازاي؟ طب واد عنده بقى ايه، مايكرو جنيسيا، المندبل ده راجع لورا قوي 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 كده، حاجه اسمها بيير روبن سيكونس، يعني مكتوب عندكم بيير روبن سندروم صح؟ هي سيكونس اكتر منها سندروم. بيير روبن ده يا جماعه المندبل بتاعه صغير كده، يجي يرضع مش عارف، اصل الطنج بيرجع لورا، ممكن يعملوا سافوكيشن، وغالبا هيبقى معاك ليفت بلد كمان من فوق. بيير روبن ده، بيير روبن ده يا جماعه هو اللي بعد ما بيرضع بنيمه وجهه، لانه لو نام على ظهره الطنج يرجع، ممكن يعملوا سافوكيشن، واخد بالك؟ فهو الوحيد اللي بعد الرضاعه بنيمه على وشه هو البيير روبن سندروم ده يا دكتور. ماشي، دي مشاكل في البق. طب المشاكل الثانيه، مش قادر استحمل النبل في بقي، بينفول ماوث، نتيجه ستوماتايتس، السرز، قرح، مونيليازس، اشهر حاجه. ويا سلام بقى على دكاتره الصحه، كل ما يفتح بق الطفل يلاقي بقه بيضه يقول لك بس مونيليا، تبقى حاجه اسمها ميلكي باتشز، حاجه نورمال، نورمال انك تلاقي بياض على اللسان، يعني يقول لك ميلكي باتشز، ادي له مايكوناز جل وادي له دكترين جل. من اشهر الحاجات المونيليازس دي. ويك ساكلينج، اي نعم بيحط البتاع، بس الواد مش فايق، ده الواد مدروخ. الساكلينج بتاعه ضعيف، ممكن يكون لانه بريماتور اقل من 32 اسبوع. سيبسز، طفل عنده سبتسيميا، طفل سليبي، سليبي، هناخدها في الهايبو ثايرويديزم، تقوم تقول لك ايه؟ سليب ماتش كراي ليتل، سليب ماتش، نام كتير. الطفل اللي هو نايم بقى، لان الثيروكسين قايل عايش في ملكوت تاني لوحده. سليب ماتش كراي ليتل. نيورولوجيك انسلت انتراكرينال هيموريدج او منتال ريتارديشن او اي سي ان اس انسلت ممكن يخلي الطفل ايه؟ ما عندوش كوردينيتد ساكلينج اند سوالينج. يبقى اول حاجه كان كونجنتال انوماليز، ثاني حاجه بينفول ماوس، ثالث حاجه ويك ساكلينج. طب مناخيره مسدوده، كوانال اتريزيا، ادينويد، نزل الرجي، هيجي هتيجي لما تيجي تحط كده هيروح سايب ده على طول وياخد نفسه اولى، مش هيخنق نفسه عشان يرضع. اخر حاجه ديسنت كونديشنز، مشاكل بالموناري او مشاكل كاردياك، وبالذات الكاردياك اللي هي ويز ليفت تو رايت، ليفت تو رايت شانت. لا هنخلص ان شاء الله حته الكوردينيشن ونروح كونترا اندينيشن، او كوردينيشن ايه، كونترا اندكيشن. الموضوع كله عبيطة يعني، ما لا 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 لا، عودوني يا جماعة في آخر كل مرة أنا أقول لحضراتكم إيه اللي إحنا هنحفظه وإيه اللي إحنا هنقراه. اللي إحنا اللي هيتحفظ لحد دلوقتي صفحة وربع. هقول لك عليها بقى أما نيجي أما نخلص. مفاجأة. كونترا إنديكيشن تو بريست فيدنج، إمتى تقول للأم أوعي ترضعي من صدرك. ده مهمة جدا. كونترا إنديكيشن جت في امتحانات عشرات المرات. في حاجات حاجات في الام، في حاجات في الطفل. الحاجات اللي في الام، في حاجات مؤقته. بص يا ستي، انت هتوقفي الرضاعه من صدرك ثلاث اربع ايام خمس ايام لحد المشكله اللي عندك دي ما تروح، وبعد كده رضعي تاني. في حاجات بيرمننت، وفي حاجات كانت كونتر انديكيشن زمان ودلوقتي لقوا لها حلول، اللي هي الجدول او البلوك اللي عندكم الكبير ده. الحاجات اللي هي السيمبورال، بايلاترال فيشر، بايلاترال ماستايتس او ابسس، الحاجات اللي احنا لسه واخدينها من شويه. ام عندها اكيوت ماتيرنال ديزيز، تايفويد فيفر مثلا،
تيجي ترضع الطفل عشان تعديه، ده بيجي فيكو اورال هتعديه. بص بقى الناس، ام عندها اكلامسيا بعد الولاده يا دكتور ما رجعتش للحياه بصوره طبيعيه، ده دخلت في تشنجات والتشنجات عمل لها رينال امبيرمنت ومش عارف انترسينال هيموريج، بلاوي زرقاء، مرض فظيع اسمه تسمم حمل. الاكلامسيا دي اللي هي تسمم الحمل. واحده عندها هربز في النبل، ما ينفعش ترضع الطفل لان الولد هيتعدي من الهربز. تخيل بقى لما ام يبقى عندها عفين الفقاقيع اللي بتيجي لحضراتكم دي مع البرد، ده هربز، ده بيتنقل بالكونتاكت. بلاش تخلي الواد يجي له هربس في الفتره الاولى وهو صغير قوي كده، ان ممكن الهربس ده يديسيمينيت ويعمل له انفلايتس ويعمل له بلاوي زرقاء، مناعه الطفل ضعيفه. خليه لما يكبر شويه يبقى ياخد الهربس ده، مش على طول كده من بعد الولاده، مشكله. يبقى لازم على ما الهربس ده يروح تبدأ ترضعيه بعد كده. اخر حاجه الام اللي بتاخد بعض الادويه، وهنا بقى اللي سايبها لك مفتوحه، اللي هم ايه يا دكتور؟ انتي كانسر، انتي ثايرويد، ريكريشنال دراجز، ليثيوم، انزل تحت بعض الانتي بايوتكس، خد الحته بتاعت اللاكسيتيف. هنا ممنوع طبعا لما تخلص الادويه دي. يا دكتور انا باخد افيون، اصل انا صاحبه مزاج. خلاص لما تخلصي الافيون وتحششي تمام وتخلصي برجعي ايه؟ في امهات سموكرز بتسالك سؤال غريب جدا في القاهره، طب انا بدخن امتى ارجع للتدخين؟ والله بجد كتير جدا على فكره. وتلاقي مثلا البنت قاعده مع باباها وباباها اللي بيولع لها. اصل دي بقت حاجه عاديه زي الشاي والقهوه، هتقابلك الحاجات دي. هتتصرف معاها ازاي؟ ده التمبوراري، التمبوراري كوزز. البيرمننت كونترا اندكيشن لو ام عندها ان كنترولد ميديكال ديز، ان كنترولد دايابيتس، داخله في دايابيتك كيتو ازوز في المستشفى، ترضع مين يا عم؟ شوف بقى حل الواد ده وخلينا في الام دلوقتي. ان كنترولد روماتيك هارت ديزيز، اي ان كنترولد ديزيز وكرونيك محتاج تظبيط. مالجنسي هي في ايه ولا في ايه بقى؟ خليها بقى في حالها بقى وتعبد ربنا شويه، لان خلاص ما عادش فيه ولا بيبي يوم لا ينفع مال ولا بنون. ما صحيح مالجنسي دي كارثه، هتاخد حاجه في الولاده، في الامهات دول بيشيلوا بلاوي والله يا دكتور، هتاخدوا كانسر بيحصل للامهات immediate بعد الدليفري اسمه ماستايتس كارسينوماتوزس. كانسر بيجي immediate بعد الولاده وبيجي في اللاكتيتنج، في صدر الام اللاكتيتنج، مرض شنيع، كانسر شنيع اسمه ماستايتس كارسينوماتوزس والعياذ بالله. اكتف ماتيرنال سايتوميجالو فيروس، ام لقطت سايتوميجالو فيروس، مين الدكتور الشاطر اللي يلقطه بقى؟ يعني مين اللي يلقط ان الام جالها سي ام في؟ السي ام في ده اندر دايجنوز اصلا في مصر، بس ليه؟ لان السي ام في بينزل في البريست ميلك، ولو الطفل خد اللبن ده يبقى هيجي له سي ام في. السي ام في ده على فكره لو خده الطفل في اول عمره كارثه، انه يعمل كرونيك ليفر ديزيز، هيباتوميجالي محترم وكرونيك ليفر ديزيز وكارثه. لوكال بريست كوز زي كانسر بريست او تي بي في البريست، تي بي ماستايتس. الكلام بقى ده شويه ده اللي بيجي في الامتحان، الحته اللي بتيجي في الامتحان اللي تحت. لو الام عندها سيفلس ترضع ولا ما ترضعش؟ ترضع، ما هو الطفل بقى هيبقى عنده كونجنتال سيفلس وعلاجه سهل، هما الاثنين بياخدوا كورس بنسلين اسبوعين وخلاص المشكله. السؤال بقى اللي بيجي كتير بقى نظري، لو الام عندها تي بي بالمونري تي بي ترضع ولا ما ترضعش؟ زمان كان يقول لك ما ترضعش، دلوقتي يقول لك لا ترضع بس بسيرتن بروكوشنز. اولا الام تاخد انتي تيوبركولوس دراجز، ثانيا الام تلبس ماسك وهي بترضع، ثالثا الطفل ياخد بروفلاكسس باي ان اتش لمده 3 شهور من بعد الولاده، نستمر بال 3 شهور. عند 3 شهور نبدا نعمل تيست للطفل ده بحاجه اسمها تيوبركلين تيست، لان احتمال الطفل من الكونتاكت اللي حصل ما بينه وما بين الام في الثلاث شهور دول يكون لقط العدوى، ونشوف النتيجه هتطلع ايه. لو طلعت النتيجه نيجاتيف، خدوا بالكوا الولد ما خدش تطعيم لسه، لو طلعت النتيجه نيجاتيف من حقك انك تعمل حاجتين، تطعم الطفل البي سي جي وممكن توقف الاي ان اتش. طب لو ما وقفتش الاي ان اتش يا دكتور وعايز استمر 6 شهور زي ما الكتب بتقول، اتفضل. لو انت عايز تستمر تركزوا في الله يخليكم، لو عايز تكمل اي ان اتش لست شهور زي ما كل الكتب كاتبه في البروفلاكسز، لما تيجي تطعم الطفل باي ان اتش لازم تختار فاكسين ريزيستنت للاي ان اتش ده، لانك لو اديت فاكسين سسبت بالاي ان اتش يبقى كانك ما اديتش فاكسين اصلا، يبقى لازم ندي اي ان اتش ريزيستنت بي سي جي. مفهوم الكلام ده؟ ده لو الطفل ايه 100 100 وفله فله شمعه منوره. دكتور لسه ما قلتش عشان اعيد. انت يا دكتوره دايما بتفكرني بابو العربي بتاع بورسعيد اللي مهما اقول مش عاجبك.
او العربي بيقول لزميله ايه، انا مره كنت ماشي في الصحراء قابلني اسد، طلعت اجري وهو يجري ورايا لحد ما قابلت عماره طلعت فوقها. فبقول له ابو العربي هو في عماره في الصحراء؟ قال لا انا نسيت. قابلت اسد طلع يجري ورايا، قابلت عمود نور طلع رجع. قال لي ابو العربي هو في عمود نور في ال... قال لي لا لا ما خدتش بالي. قابلني اسد طلعت اجري ورايا لحد ما قابلت ناطحه سحاب طلع. قال لي ابو العربي هو في، قال له بقول لك ايه، قابلت اسد في الصحراء كان تحت. يعني بيرفورمنس يوبر كلين تيست عند 3 شهور لو لقيناه نيجاتيف، نيجاتيف يعني الواد ده 100 100 ما خدش العدوى وتمام التمام والام محافظه على نفسها وكله تمام، هنا من حقك انك توقف كان بي ستوب، ممكن توقف اي ان اتش او تكمله 6 شهور، تكمله لمده 6 شهور. في الحاله اللي زي دي يا دكتور هتدي اي ان اتش ريزيستنت بي سي جي فاكسينيشن. رقم 2، لو لقيته بوزيتيف، يا ترى هو بوزيتيف والولد اللنج بتاعته متبهدله و... وراديولوجيك فايندنج اوف تي بي وسبيوتم بقى تقدر تجيبه بجاستريك لافاج القصه دي، ولا جاست بوزيتيف والواد 100 100؟ لو جاست بوزيتيف والواد 100 100 وتمام التمام ما تديش غير اي ان اتش بس تكمله لحد 9 شهور بس. ده بيسموه تي بي انفكشن بس ما وصلش لمرحله يعمل ديزيز. انت خدت العدوى لكن مش بالضروره انها ظهرت عليك كمرض، ما ظهرتش على الطفل كمرض. العدوى عندك اه ممكن اقضي عليها باي ان اتش بس لمده 9 شهور، واخدين بالكم؟ لكن ما حصلكش ديزيز. طب لو كان عنده الديزيز نفسه، يعني ايه ديزيز؟ يعني في راديولوجيك ايفيدنس، في كلينيكال ايفيدنس، اللنج متخربقه، مش عارف باين في الاكس راي ايه، السبوتم بقى مليان تيوبريكل باسيلاي، في اورجان باظت، في الحاله زي دي هنعالجه كانه تيوبركولاس كيس، حاله تي بي بالريجيمنز اللي احنا هناخدها ان شاء الله بعد كده. السؤال اللي انت ممكن تساله لي، ليه يا دكتور ما طعمتش الطفل ادبيرس على طول؟ لانك يعني لو طعمت الطفل ادبيرس على طول لما تيجي تعمل التوبركلين تيست علشان تشوف الواد خد العدوى ولا لا مش هتعرف تحكم كويس. يا ترى بقى هو بوزيتيف عشان هو خد العدوى ولا بوزيتيف عشان البي سي جي اللي انت اديته؟ طب دي على جنب. السؤال رقم 2، طب يا دكتور انا عايز لما حبيت اشوف الطفل خد عدوى ولا لا استنيت 3 شهور، لان يعني يا جماعه المينيمم ديوريشن اللي تقدر تعمل فيها توبركلين تيست بعد اي انفكشن حصل اتليست 3 شهور، لان ده سيل ميديتد اميونيتي، على ما بيتكون السيل ميديتد ريسبونس على الاقل على الاقل 3 شهور يكونوا عدوا. فده المينيمم ديوريشن. يعني لو واحد مثلا ده طفل سليم وده طفل عنده تي بي، ده ادى ده عدوى، هل لما تيجي تعمل الولد ده بي سي جي تيوبركلين تيست بعد 3 4 سنين تلاقيه بوزيتيف؟ لا، ده على الاقل لازم يعدي 3 شهور علشان على ما يحصل السيل ميديتد ريسبونس. فهمت الحته اللي انت كنت عايز تسالي فيها؟ الكلام اللي جاي ده بقى ده جديد، نوفي نوفي 2008، ام عندها هيباتيتس بي فيروس، نعمل ايه؟ اسالك سؤالين، انت عارف انها هيباتيتس بي فيروس وهي حامل؟ اه عارف. خلاص الكلام اللي انت خدته في الكوميونتي، اول ما الطفل يتولد ناحيه ياخد فيها التطعيم والناحيه الثانيه ياخد فيها الاميونوجلوبولين، مش ده اللي انتوا خدتوه؟ خدتوه في الكوميونتي، اول ما الطفل بيتولد يبدا التطعيم على طول ونبدا على طول الاميونوجلوبولين، وبعد كده كمل انت حضرتك بقى ايه الفاكسين. طب الكلام اللي ده مش ده الجديد، ده الكلام الجديد اللي كان نيلسون كان بيقول لك ايه؟ طب لو الام وهي بترضع ما كانش عندها هيباتيتس بي، لقطته اثناء ما هي بترضع، نعمل ايه؟ بنعمل حاجه اسمها اكسلريتد بروتوكول اوف فاكسينيشن. الطفل ياخد الفاكسين 012. الطريقه العاديه للفاكسينيشن هنعرفها 016. 0 الجرعه 0 بعد شهر وبعد 6 شهور. طب لو الام لقطت اثناء ما هي بترع، بنعمل حاجه اسمها اكسلريتد بروتوكول اوف هيباتيتس بي فاكسينيشن 012، مكتوبه في نيلسون 2008. لو الام عندها اتش اي في، شوف بقى الكلام اللي احنا ما نقدرش نتكلم فيه، دبليو اتش او ريكومند منظمه الصحه العالميه 2005 بتنصح بالاف. لو الاتش اي في الام لقطته وهي في اوروبا وقف الرضاعه. ليه؟ لان الولد عندي عادي ان انا اوديه مكان بعيد عن الام وهعرف اعمل له كير كويس واعرف اديله لبن صناعي واظبطه كتغذيه. طب لو الام في افريقيا ديفلوبينج كانتريز يقول لك ما تبطلش الرضاعه. ليه؟ لان الوحده اللي في الصومال دي انا مش ضامن هتجيب له لبن صناعي منين ولا هترضعه ازاي، فممكن يدخل في سيفير مال نيوتريشن، وتشوف بقى الاطفال اللي هم بتوع افريقيا اللي جلد على عظم دول، فيقول لك مش مشكله بقى لما يجي له ايدز او الايدز مقدور عليه. لكن المشكله انه ما يدخلش في سيفير مال نيوتريشن، يعني المال نيوتريشن مور كيلر عن الايدز. في افريقيا مور كيلر عن الايدز. ده يا جماعه نصيحه دبليو اتش او. هم جملتين ما لهمش تاني. ديفلوبينج كانتريز وقف. ديفلوبد كانتريز وقف. ديفلوبينج كانتريز ادي البريست ميلك ومانج. الام اللي عندها سايكوزس او مانيا، ام
عندها سايكوزس او مانيا مجنونه. في ظل الظروف الحاليه مفيش فلوس، فلوسه القرشين اللي معاه ما يجيبوش غير واحده مجنونه، هو حاجه تقضي الغرض يعني ويفتح بيته وكده. هنا بقى طالما هو قرر ان هو يتجوز واحده مجنونه يبقى هو بقى يقف بقى على الرضاعه، يمسك لها عصايه وهي بترضع يا بنت، او يأيدها مثلا وهي بترضع. ماذر كان لكتب اندر سوبرفيجن اوف هير هاسباند، اللي هو ايه؟ ايه المهم في الموضوعات دي؟ انت انفكتيف بروبرتيز اوف بريست ميلك قاتله، اكتب جنبها فيتال. الحته بتاعت الميديوليتنج ايجنت خد منها واحده او اتنين بس، انا بلخص المسائل اهو. الانتي انفكتيف بروبرتيز اوف بريست ميلك لحد الاميونوميدينج ايجنت في صفحه 15 خد منها واحده او اثنين. ريسنت بينيفيشال افكت اوف بريست ميلك خد لي بس الكونفينينت كومبوزيشن فور بريماتشور بس، ما عدا ذلك ما تقراهوش. بروجرام اوف بريست فيدنج، ايديكوسي اوف بريست فيدنج، الجدول ده مهم عملي و كلينيكال. عملي و لا مش قصدي اورال، كلينيكال واورال. لا ما انا لو كملت كمان نص ساعه او حاجه بيحصل الزهايمر والحاجات دي مع بعض، انت ما تاخدش مني اكتر من ساعه ونص. صفحه 18 معلومات عامه كلها، لا مش متذكرها، بتيجي في الام سي كيو حتت صغيره معلومات عامه بتيجي في الام سي كيو يا جماعه. لحد انفانت كوز اوف ديفيكالت فيل، الانفانت كوز دي نظري، الانفانت كوز دي نظري. الجدول كونترا اندكيشن التابل اللي قدامكم ده، انفانت كوز اوف ديفيكالت فيدنج، الخمسه دول بيجوا نظر يا جماعه وجم حتى الدور اللي فات، فيلر تو سرايف، الطفل اللي مش عارف ينمو، دول مهمين لان ده اسباب مال نيوتريشن في الطفل فمهمين. صفحه 20 التابل اللي عندك ده، البلوك اللي عندك في صفحه 20 ده. اه يعني الصفحه دي اللي هو الجدول ده.